السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت. ايوه. كابتن راجي فين؟ كابتن راجي مين؟ كابتن راجي اللي هو الضخم ده اللي عامل كده ده. كابتن راجي. بص حضرتك هتلاقيه هناك في الصالة القتالية، عنده ماتش. في الصالة القتالية؟ هما هيلعبوا الماتش في الصالة القتالية؟ أمال هيلعبوا فين؟ طيب، شكل. اللاعب مروان أدهم. يا استاذ ادهم يا اهلا يا اهلا اهلا منور النادي كله. اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ الحمد لله. استاذ نبيل مش كده؟ انا نبيل، ما هو ابني اللي كان مع ابنك في خناقه. اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ هو حضرتك رايح الصاله القتاليه برضو؟ انا رايح الصاله القتاليه طبعا. انت رايح عشان تتفرج على ابنك. ابنك مكسر الدنيا، اللهم لا حسد. ما شاء الله. بس انا مستغرب قوي، ليه بيعملوا الماتش في الصاله القتاليه؟ امال يعملوا فين؟ في ملعب الكوره. لا والله راجل زي السكر، صراحة عسل صراحة ربنا. طب نروح احسن، هي على اليمين قدام. انا مستغرب. لا سكر صراحة. لا يعني مش قصدي يعني يعملوها في ملعب كورة. اشترك في باقات واتش الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.